الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الحكومة إن تأخير إقرار مسودة قانون موازنة سنة 2022 لن يؤثر على صرف الرواتب، وأضاف أنه سيطبق قانون الإدارة المالية النافذ لصرف النفقات الفعلية الجارية، مبينا أن مبدأ صرف هذه النفقات في السنة المالية السابقة سيطبق على الإنفاق نفسها في السنة المالية اللاحقة إلى حين تشريع قانون الموازنة العامة الجديدة. وكان صالح قد أفاد في وقت سابق بعدم وجود تقديم رسمي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022. كشفت وزارة الزراعة الحالية أن التمور العراقية صدرت لأكثر من 10 دول، مبينة أن أسعار التمور ارتفعت لأكثر من 4 أضعاف. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن أسعار التمور تضاعفت 4 مرات عما كانت عليه سابقا، حيث أصبح الطن الواحد من التمر المصدر يصل إلى ما بين 700 إلى 800 ألف دينار بعد أن كان يبلغ 200 ألف دينار للطن الواحد خلال الأعوام الماضية، مستدركا في الوقت نفسه أن أسعار التمور الحالية أعلى من ذلك. هذا وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربع الماضية إلى المركز التاسع بسبب تراجع اقتصاد العراق وتصحر أراضيه. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد وفي كردستان العراق، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما لم تتغير أسعار البيع والشراء في محالي الصيرفة في الأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا لكل 100 دولار والشراء بواقع 148,000 لكل 100 دولار. واصلت أسعار النفط انخفاضها بعد أن اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر، والتي قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، ما سيزيد العرض النفطي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث بمقدار 83 سنتا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني للجلسة الثانية إلى 81 دولارا و41 سنتا للبرميل. وفي وقت لاحق ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في مجموعة ما تعرف باسم أوبك بلس، ومن المتوقع أن تعيد المجموعة التأكيد على خططها للحفاظ على ثبات زيادة العرض الشهري على الرغم من الدعوات للتعجيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن انخفاض حيازة العراق من السندات الأمريكية إلى 18 مليار دولار و934 مليون دولار خلال شهر آب الماضي. وقالت الوزارة إن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر آب انخفضت بنسبة 0.59%، مبينة أن هذه السندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون الأول من عام 2020 بمقدار 10%، حينما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17 مليار دولار. وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 8 مليارات و655 مليون دولار، وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 10 مليارات و279 مليون دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.